حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم تراثي دروازة والفقرة الأولى من هذه الحلقة راح نعرض فيها وثيقة تعلق بالحج بس مو الحج على البعارين ولا الحج على الباصات أو ولا الحج بالسيارات حج على الخطوط الجوية الكويتية هذه يمكن أول رحلة حج يمكن من أوائل أنا ما أحب أقول أول لأن قد يكون فيها فمن اوائل ان لم تكن اول رحلات الحج اللي نظمتها الخطوط الجويه الكويتيه. والخطوط الجويه الكويتيه ناقلنا الوطني تاسست في عام 1954. وهذه طبعا اعلان للحج عن طريق طائرة خطوط الجوية الكويتية لو تلاحظون هنا الشعار القديم مال خطوط الكويتية المحدودة كانوا يسمونها شركة الخطوط الجوية الكويتية المحدودة فهني طبعا فوق الخطوط الجوية الكويتية ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا تعلن شركة الخطوط الجوية الكويتية عن عزمها على نقل الحجاج إلى بيت الله الحرام ابتداء من 22 ذي القعدة عام 1374 هجري الموافق 11 جولاي يعني 11 جولاي 11 سبعة 11 سبعة عام 1955 ميلادي وهي تأسست 54 يعني عقب سنه من تأسيسها وسوف نقدم وجبات الطعام والمرطبات والقهوه العربيه اثناء الرحله والاسعار كما يلي 800 ربية طبعا في ذاك الوقت كان العمله القديمه الربية الهنديه قبل يعني صدور عملتنا اللي هي الدينار قبل استقلال الكويت 800 ربية كويت جدة كويت 80 ربية رسوم كارنتينا يعفى منها الكويتي طبعا رسوم كارنتينا شان شوفون طبعا الحجر اللي هو الحجر 18 ربية رسوم السنبوكية العين والسنبوكية الكويتيين فقط ولكافة الاستعلامات اتصلوا التص التص بمكتب هذه الشركة الرئيسي تلفون رقم 317 وقتها ثلاث ارقام التلفون هذا على قولتهم ما يحتاج احد يحفظ الحين ما شاء الله كم نسيت والله انا ثمان ارقام قبل في ذاك الوقت الخمسينيات ثلاث ارقام وجميع مكاتب السفر هذه طبعا الوثيقه الاولى ننتقل الان الى الوثيقه الثانيه وثيقه الثانيه دعوه عرس. يعني هذه الدعوه يعني المجتمع الكويتي مجتمع تواصل اجتماعي فيه قوي، مجتمع متماسك اجتماعيا ما شاء الله. فيعني الناس يواصلون بعض. الحمد لله هذا ما جبل عليه الاباء والاجداد والحين احنا يعني سايرين على خطاهم. طبعا هذه الدعوه من سيد عبد العزيز احمد البحر واخوانه. نتشرف بدعوتكم لحضور حفل زفاف أخينا فهد عرس سيد فهد عبد العزيز أحمد البحر في فندق كارلتون كارلتون مو موجود اليوم وذلك مساء يوم الأحد الموافق 15-3-1964 أو يمكن موجود كارلتون ما أدري أنا ما بي يعني أفتي يمكن موجود مكانه نقل مكان آخر ما ابي يعني افتي في هذا الجانب لكن العرس في فندق كارلتون وذلك مساء يوم الاحد الموافق 15/3 1964 من الساعه الخامسه حتى الثامنه مساء وبحضوركم يتم الفرح والسرور. هذه وثيقتنا الثانيه دعوه عرس عام 1964 وثيقتنا الثالثه صادره من الطليعه. مؤسسة الطليعة طبعا أو صحيفة الطليعة إحدى الصحف العريقة واحدة صحف التيار الوطني في الكويت طبعا كانوا يدعمون دائما جميع مو بس الطليعة جميع الصحف وكان هناك في دعم والمؤسسات في الكويت والحكومة الكويتية لقضية الفلسطينية هذا الثمن دينار واحد تاريخها سنة 1969 لصالح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يا نصيب الطليعه لصالح مقاتلي الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين الجوائز سياره دوج دارت الاولى الثانيه سياره داتسون 1600 نوع 1600 يعني ظاهر سياره داتسون 1100 تلفزيون 23 بوصه ناشونال جائزه الرابعه تلفزيون 19 بوصه ناشونال تلفزيون 16 بوصه ناشونال اله تسجيل ناشونال راديو ناشونال هذه كانت يعني الـ 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 الهدايا تقريبا عشر هدايا من الطليعه من جريده الطليعه يا نصيب لصالح مقاتلي الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين. كل تذكره يجب ان تكون مختومه من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، هذه الوزاره كانت دائره شؤون قبل الاستقلال صارت وزاره شؤون هي اللي تنظم هذه الامور. يجرى السحب باشراف وزارتي الشؤون والداخليه في تاريخ عشرة 12 عام 1969 يجب على كل شخص رابح ان يتقدم لصالح الجبهه اللي تم فيها السحب لاستلام جائزته خلال شهر من تاريخ السحب والا سقط حقه في الجائزه ثم يليه الرقم الاحتياطي يعني شوفوا ما شاء الله شون التنظيم نرجع للموضوع الاساسي من هذا من عرض هذه الوثيقه وهو دعم الكويت لقضايا يعني اخوان اخواننا العرب على مر التاريخ الكويت دائما كانت تحتضن هذه القضايا وكانت تدعمها دائما والى الان بكل ما اوتت يعني يعني كل امكانياتها كل ما اوتت من قوه تدعمها وطبعا وتساندها وتبناها تصير قضيه قضيه الدوله وقضيه الشعب نسال الله تعالى ان يحفظ الكويت ويحفظ حكامها وشعبها من كل مكروه، هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة وننتقل الآن إلى فقرتنا الثانية مع ضيفنا الكريم للتحدث عن جانب مهم من تراث دولتنا الحبيبة الكويت. حياكم الله اعزائي المشاهدين. برنامجكم تراث دروازه وفقرتنا الثانيه راح تكون مع الباحث القدير صالح خالد المصباح حياك الله ابو محمد. الله يحييك الله يسلمك بارك الله فيك. ابو محمد اليوم الحج نعم <applause> يعني ما شاء الله طيارات ووسائل الراحه صحيح وفنادق نعم. خمس نجوم نعم صحيح. آه وتبي يم الحرم وتبي ها؟ صحيح. يعني ما شاء الله يعني وسائل الراحة كلها متوفرة والحملات ما شاء الله توفر هالخدمات وهل فيها يعني يراعونك ويحوفونك حوف صحيح بس في السابق ابو محمد نعم. يعني كانت الحملات تختلف حملات الحج نعم. لا شك اي نعم يعني كان فيها تعب وفيها معاناه خصوصا انها نعم. كانت على على الابل صحيح على البعارين فخلنا نتكلم ابو محمد عن عن حملات الحج على على الابل قديما في الكويت صحيح. لا شك ان اهل الكويت ان هذا ركن من اركان الاسلام الحج كركن الصلاه والصيام والزكاه ركن فلا بد ان يؤدونه وتعديته هذا من يعني من تاسست الكويت وهم يذهبون يعني الى الحج لكن استطعنا ان نوثق في حدود كاسماء من منذ عام 1800 لكن وردت في مجله الداره ان قافله خرجت من الكويت في عام 1780 الى الحج وردت يعني ان سجلت من ضمن الوثائق يعني ان قافله خرجت من الحج في عام 1780 اهل الكويت يستعدون من بعد عيد الفطر استعداد يجهزون يبدون يبحثون عن الابل آه المضمره آه الشراريه عمانيه هذه آه قويه للحج للمسير نعم. ليس كل ابل انما تسمى شراريه عمانيه اصولها كذي لانها تتحمل الطريق ويسجلون الاسماء من يريد الحج وكل حمله تاخذ حواليها يبدا بعالته و جيراننا اللي نعم. حوالي من اهل شق من اهل جبله ومن اهل مرقاب ومن اهل الشرق كل واحد له ورا الكويت وخارج الكويت بالجهره، بالجهره اقرب لهم بعد يخرجون نعم. يعني في قرى القصور نعم نعم ابو وشعيبه والفنطاس وفيحيل نعم. كلهم نعم فلهذا عقب ما يستعد يخرجون من بعد عيد الفطر اسبوع اسبوعين يذهبون من بدايه شهر ذي القعده أول ذا القعدة ينطلقون شهر كامل انطلاقك من بوابة الجهرة ويصلون إلى الجهرة يومين يأخذ معاهم الطريق تصور يعني من الكويت الدروازة إلى الجهرة يأخذ معاهم ليلتين ويرون الأبل في سليل الجهرة في آبار هناك موجودة ويأخذون يكملون الأبل الناقصة اللي عندهم لانه كل الابل مو موجوده داخل الكويت نعم. داخل انما يكملونها من هناك وينطلقون الى من الجهره إيه؟ الى الشداديه إيه؟ إيه؟ اعتقد يغادرون بوابه الجهره بوابه الجهره يغادرون من بوابه الجهره نعم. نعم. إيه نعم. الى الجهره اي نعم وبعدين يروون سليل الجهره والشداديه من درواس الجهره عشان نلتزم باسم البرنامج من درواس الجهره يغادرون اي نعم واتجاههم الى الحفر الباطن إيه نعم. ومن الحفر باطل هم يريدون يتوجهون الى بريده وعنيزه. نعم. من اهل الابل له علاقه في بريده، ومنهم من له علاقه في اهل عنيزه. وفي بعضهم نسب وتواصل اسري. نعم. فكل حمله لها اتجاه. كم تقريبا هذه؟ اسبوعين. من الجهره لبريده وعنيزه أسبوعين, اسبوعين. على البعارين. ويجلسون 48 ساعه. نعم. في بريده او عنيزه. فترة الأسبوعين يعرفون الإبل اللي تعبت اللي ضعفت اللي فيها هزال فيشتري غيرها في بريدة يستبدلها ولأن بريدة وعنيزة مكان الإبل اي نعم صحيح وهل الكويت المؤونة اللي عندهم حق العودة الأسبوعين يخلونها عند أهلهم هنا اي نعم يخلونها أمانة حق العودة اي نعم وتلقى شاري العيش والماتلة والسكر والشاي وغيره خليها. يذهب الى اذا عنده وقت ومتسع وما في امور سياسيه ذاك الوقت من قطاع الطرق ومن حروب احنا نتكلم عن ثلاثه قرون اي اي كان في قطاع طرق، كان في حروب، كان في اوبئه وامراض، كان في شتاء طارس وغيرها فتعرقلهم ان يذهبون الى الى المدينه فيقول انا خل الحق على الحج لكن اذا عنده متسع يذهب الى المدينه ويجلس اسبوعين المدينة المنورة ويجاورون مسجد الرسول ويصلون عليه الصلاة والسلام يجلسون أسبوعين ومنها تبدأ من ذي الحجة ينتقلون واحد ذي الحجة ينتقلون إلى مكة المكرمة إلى أن تبدأ ثمانية يوم التروية تبدأ أعمال الحج ويوم عرفة ومزدلفة وطواف ورمي الجمرات إلى أن ينتهون يجلسون أسبوعين صار لهم الآن شهر رايح وشهر مكوث هذا اسبوعين هذا في شهرين المدينه واسبوعين في مكه يعني من الكويت الى الحجاز شهر شهر, شهر يقعدون حروه شهر شهر والعوده شهر الى البريده عودتهم الى البريده اسبوعين إيه يعني والكويت يعني شهر يعني رايح شهر رايح شهر, شهر وتقعد هناك شهر ثلاثة اشهر ثلاثة شهور وهذا شو يعني ربع السنه نعم يقضونها في الحج هذا شو يعني فيرجع فيكتشف ان زوجته ولدت أو أمه توفت أو يعني أما ما بين ولاده ما بين وفاة في ثلاثة شهور. يعني. أما شيء مفرح ولا شيء محزن ولا في اتصال ولا في شيء. طبعاً هذه ها ها الأمور برؤد عودتهم في المبشر البشير اللي بشر يسبق الحملات بليلتين. نعم. ويبشر أن والله حملة الإنصافي بالطريق حملات الفلاح بالطريق دويله بن دويله عندهم ثلاث اربع حملات وهي اقدم الحملات من اقدم الحملات يعني. بن دويله نعم من اقدم الحملات دولة. وبن شنفه كذلك من أقدم شنفه بعد من اقدم الحملات اقدم الحملات نعم والزمامي الزمامي كذلك والريش من اقدم الحملات, يعني. نعم. الحملات. مواليد الريش 1830 اي نعم وعاش الى 1965 ما شاء الله تصور يعني نعم. 125 سنة واحنا 135 125 uh... سنة هو ما اريد كم؟ 40 عيل اي 40 يمكن 1840 ما شاء الله معمر معمر. وحنا معمر. وحنا معمر اكبر معمر في الكويت اي نعم لا. واحنا لاحظنا هذا كان مرجع عيل كتابنا حملات الحج الكويتية الابل وكتابنا حملات الحج الكويتية عبر التاريخ مع المؤرخ عدنان روم والدكتور خالد شطي ان 10 وصلوا الى 90 و100 ما شاء الله من من اصحاب الحملات قدرنا ان نوثق ثلاثين صاحب حمله حج على الابل سنتكلم نتكلم عنهم ان شاء الله بعد الفاصل محمد اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل حديثنا مع الباحث غدير صالح المسباح تاريخ حملات الحج على الابل حياكم الله اعزائي المشاهدين عودة من جديد برنامجكم تراثي دروازه وحديثنا عن تاريخ الحج على الابل مع اخونا العزيز الباحث صالح المصباح. ابو محمد احنا تكلمنا عن اصحاب حملات الحج اشهرها قلت ان دويله عندهم حروه اربع حملات وهي تعتبر من اقدم حملات الحج مع, مع الشنفه مع الشنفه ونابل الوطري وبندهام نعم والحبشي وسليمان مرشود نعم اي نعم في اشكناني حمله حج اي جاسم اشكناني اي نعم نعم وبن سري من اهل جهرة اي نعم وبزيع البزيع والد احمد بزيع الياسين وصاحب ابل وبن ادريس نعم يعني وبن حميده اي نعم يعني ما شاء, ما شاء الله يعني حملات كثيره يعني قدرنا نوثق 30 حمله حج كويتيه نعم. على الابل يعني ما شاء الله إيه نعم محمد الحجاج اذا غادروا المدينه في ذاك الوقت عرف يعني كانوا يحطون علم على البيت ولا اي اهل الكويت في ذاك الوقت يرفعون يعني هو يخبر جاره ويستامنه ويستاذنه انه يعطيه خبر أنه انا راح حاج السنه على اساس يخلي باله فسبحان الله يرفعون العلم البيرق هذا بعضه اخضر بعضه احمر حسب المتوفر وبعضه ابيض يعني حسب نعم. الفترات الزمنيه بعد يعني ثلاثه قرون تتكلم نعم. فتره بعضهم يحط اخضر بعضهم يحط احمر بعضهم يحط ابيض شو السبب؟ السبب انه يشعر جيرانه ترى البيت ما في الا الحجيه اي نعم اي ما في احد اجي وعيالي ان شاء الله شوف شلون يعني دير بالك سبحان الله اي مكروه يصيبهم نعم. ترى له الحج أبوه مو موجود رايح الحج فله عده معاني سبحان إينا. الله يعني طبعا تطورت الحملات ابو محمد يعني من, من الابل نعم صارت بعدين عن طريق ابو عرامه صحيح <applause> طبعا الحملات والباصات اللي يسمونها ابو عرام حتى حملات الحج كانت في البدايه مثل عشر ابل بعدين صارت عشرين بعدين صارت ثلاثين عددهم نعم انا يتوسعون بعدين صارت خمسين الابل الشيخ احمد اليابر تم توثيقه حملة الحج 1918 قبل لا يصير حاكم ما شاء الله واخذ وياه 100 من الابل مع مع الحاشيه وهذا إلى ان طبعا طلعت السيارات بالثلاثينات موجوده السيارات لكن ما في جاده تغاريز فيمشي على الابل افضل الله. افضل, الله. أفضل, الله. أفضل الله. الى ان بدات تصير جادات يعني سايد واحد اي ان تمهد للشاحنات ولما انتهت الحرب العالميه الثانيه 48 تقريبا البريطانيين في العراق تركوا شاحنات اي نعم خلاص ما يبي ينقلونها للسفن وهذا تركوها نعم الكويتيين من ذكائهم فطنتهم راحوا شروها واستعملوها لشركه النفط طريق واللي بيروح الفنطاس وفي وقت الحج استعملوها للحج ما شاء الله شاحنات نعم شاحنه تعرف ان التوايرها مرتفعه وتقاوم الطرق الصحاري وانا حجيت سنه 75 مع حمله عبد الرحيم العوضي رحمه الله عليه بالباصات شفنا يعني التعب شهر كامل اخذ حجتنا احنا اسبوع طريق واسبوع رده واسبوعين مكه اسبوع والمدينه اسبوع ونصلي أربعين فرض في ذاك الوقت عندهم أهل الكويت تصلي أربعين فرض في المدينة المنورة فلهذا يسمونها إجازة شهر إجازة الحج بالسابق شهر الآن مثل ما قلت تطور الوضع هذا يأخذها أربع ليال هو راد الكويت بالطائرات وبسهالة ومتوفر لكل الدروب ومع هذا بعضهم يسوف نعم. لا تسوف أبدأ يعني أنت وهلك و... كما تسافر انت للخارج نعم للسياحه نعم وهذا خل... في نعم طبعا خل... في في كتب عديده وثقت يعني رحلات الحج على فترات يعني مختلفه على فترات اصدر مركز بحوث ودراسات نعم كويتيه اللي الدكتور عبد الله يوسف الغنيم كتاب لاحد ابناء البدر يعقوب يعقوب يعقوب, يعقوب البدر نعم إيه؟ نعم كانت إيه؟ رحلته 38 اي نعم رحله جميله وما و... شاء الله من الذكاء والفطنه ما ترك شاردة ولا واردة وعلى إلا إيه نعم. سجلها السهول والبقاع والهضاب والنباتات والرياح وريحة البقعة والأماكن يعني ما شاء الله نعم. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب وبعدها طلع لنا شهر في الحجاز الشيخ عبد الله النوري الشيخ عبد الله النوري شهر في الحجاز مع نعم. اعتقد سريع عبد الرحمن ويسميه الحملدار، حملدار سليمان إيه؟ الفهد إيه؟ يعني صاحب الحمله هي بداية الخمسينات الحمله حمل حملدار اي نعم هي كانت بداية الخمسينيات 53 1953 إيه؟ كبر كف كب اليد إيه؟ واستفدنا إيه؟ احنا من كتابه وطبعا راح بسيارته ويا سايق بعد دريول ويا ميكانيكي إيه؟ الشيخ عبد الله النوري معروف طبعا إيه؟ وبعدها عندنا عبد المنعم عيسى السالم. السالم طلع رحلته الى الحجاز وبعضهم اشتغل الشيخ عبد الله خلف الدحيان عند رحلة للحج أربع صفحات قصيدة يعني مئة 100 بيت في الثلاثينيات تقريبا يعني وثقها الشيخ عبد الله خلف وطلع إصدار قديم يعني هذا تقريبا الذي كتبوا على الحج وكتابنا إحنا مع الأخوة عدنان رومي والدكتور خالد الشطي حملات الحج الكويتية على الإبل عام ألف 2005 و2010 حملات الحج الكويتيه عبر التاريخ طيب. نعم ذكرنا انت قصدك 2005 صدر الكتاب صدر كتاب إيه نعم. على الابل نعم و2010 عبر التاريخ نعم. ذكرنا السيارات والطيارات والبحر و نعم. يعني كل, كل شيء يعني مع نعم. الابل طبعا ابو محمد احنا يعني في رحله قديمه كذلك كان لها ارتباط بتاريخ الكويت يمكن اللي قام فيها ما هو كويتي ولكن هو فيضي مالك هو هو طال عمرك مرتضى بن علوان اي رحلة الحج 1709 يعني. كان طلع من الشام كان متجه الى نعم. الحج نعم صحيح فبردته زار الكويت وقال دخلنا بلدا يقال لها الكويت فهذه نعم. يمكن اقدم رحله حج يمكن اقدم نص يمكن او من اقدم طبعًا من اقدم احنا ما نقول اقدم يمكن قد يكون طبعا اقدم نص ذكر فيه اسم الكويت واسم الجهراء اي نعم صحيح اي فقال ان الكويت بالتصغير نعم والجهراء حينما فرق عنا حجاج بروحون البصره. هذا 1709 1709 رحله مرتضى بن علوان الدمشقي الى الحجاز نعم. محمد بارك أه الله فيك واشكرك على على ما تفضلت فيه معلومات قيمه اعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقات قادمه من برنامجكم التراثي دروازه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.